الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة خفايا الشبكة العنكبوتية. سوف نتكلم اليوم عن وصفة غريبة جدا تعالج أكثر من 25 إلى 30 مرض شائع بين معظم الناس، سواء كان في فصل الشتاء أو فصل الصيف، اللي هي نبتة القرنفل أو المسمار أو عود النور كما يسمى في الكثير من الدول. سوف نتعرف على هذه العشبة والفوائد الخاصة بها في الطب البديل. بالنسبة للقرنفل يعتبر من الأشجار الصغيرة المعمرة، لها شكل مخروطي، الجميع طبعا بيعرف هذا الشكل وبيعرف هذه المعلومات، بس الفوائد اللي يجب عليك انك انت تتعرف عليها عن هذه النبتة اللي الكثير جدا من الناس هاملها ومش عاطي حق هذه النبتة في الطب البديل او في الاستفادة منها كصيدلية متنقلة يجب ان هي تكون متوفرة في كل منزل. رقم واحد، طبعا سوف اريك انا بس اليوم ساستعرض عليك في البداية اللي هي الفوائد الخاصة بالقرنفل، بعد ذلك سوف اعطيك وصفة يمكن انك انت تعملها لكي طبعا تعالج بها الكثير جدا 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 من الامراض. طبعا الوصفة هذه راح تكون موجودة في كل منزل. بالنسبة لفوائد القرنفل، بالنسبة الفائدة الأولى أو العلاج الأول اللي هو بيعالج أمراض اللثة والأسنان، بعض الناس طبعا تجد أنه هو يصرف مبالغ طائلة في سبيل أنه هو يزيل التهاب اللثة أو اللون اللي أسود اللي بيصير في تحت الأسنان في اللثة. أيضا بعض الناس ممكن حتى وجهها بينتفخ جراء مسألة التهاب اللثة وبيتكرر معاه هذا الشيء طبعا بكثرة خصوصا في فصل الشتاء. أيضا بيمنع الغثيان والقيء أثناء، طبعا هناك بعض الناس عندما تقود السيارة أو بتجلس مع شخص آخر بيقود السيارة في مسافات طويلة جدا، أيضا القرنفل بيمنع هذا الموضوع أو موضوع الغثيان والقيء المتكرر. تقوية العظام بشكل عام وفاتح للشهية، يعني الناس اللي أيضا لديها طبعا ما بتاكلش كتير أو مهما جبت لها أنت من أكل دائما وأبدا بتاكل لقمتين وبتقول لك السلام عليكم، هذا القرنفل بيعمل على تقوية الجسم بشكل عام وفتح الشهية. يعالج أيضا آلام الرأس والشقيقة، الناس التي لديها شقيقة أيضا القرنفل قادر وأثبت فعالية كبيرة جدا في معالجة هذا الأمر. يستخدم أيضا كمسكن موضعي للأسنان الذي يوجد فيها تسوس أو آلام الأسنان الناتجة عن التسوس. يحمي القرنفل بشكل عام من السموم، أيضا ينشط القرنفل الذاكرة والجسم بشكل عام لاحتوائه على فيتامين سي بكميات كبيرة جدا. يساهم أيضا في عملية الهضم بشكل عام بحيث انه هو يسهل مرور الفضلات اكرمكم الله داخل الامعاء، بحيث انه هو الناس اللي بتعاني من القولون العصبي يمكن ان هي تستفيد من هذا المكون بشكل كبير جدا 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 في التخلص من الغازات وانتفاخ البطن وتراكم الفضلات داخل الجسم. ايضا يعالج العدوى بالخمائر، يقوي القلب والكبد والمعدة، وهذا طبعا يعتبر من اهم العناصر اللي بيرتكز عليها الجسم في تقوية القلب والكبد والمعدة. ايضا يعتبر من اهم 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 مقويات الدماغ، وايضا يساهم في جلاء البلغم اللي احيانا بعض الناس بتسعله مع السعل بيخرج عندها ايضا بلغم. ايضا مكافح لمرض السرطان والروماتيزم اللي هو الرطوبة الموجودة في العظام يمكن انك انت تتخلص منه، وايضا داء السكري والسل، بعض الناس اللي هي بتصاب في السل في الجبال وفي البوادي الى غير ذلك يمكن انك انت تستخدم القرنفل ايضا، واستخدم من قديم الزمن ومن قديم الازل في علاج مرض السل واثبت فعالية كبيرة جدا جدا جدا، وكان من احد اهم العناصر اللي انقذت البشرية من وباء السل اللي كاد يقضي على البشرية بالكامل. أيضا استعمال القرنفل في علاج القذف المبكر عند الرجال، أيضا القذف المبكر عند الرجال يمكن أنك أنت تعالجه من خلال القرنفل. أيضا كتعقيم للمعدة من بعض الميكروبات أو البكتيريا اللي هي دائما وأبدا طبعا تعمل مشاكل في المعدة، سواء كان ألم أو قيء زي ما قلنا وغثيان، أيضا انتفاخ، إمساك مزمن أو إسهال مزمن يمكن علاجه أيضا بالقرنفل. يقوي القرنفل أيضا للنساء عضلات الرحم اللي هي على وشك إن هي الولادة، راح تلاحظ إذا طبقت الوصفة اللي راح نعملها نحن الآن راح تلاحظ
سرعة كبيرة جدا، أو راح تلاحظ سهولة، راح تلاحظ سهولة كبيرة جدا في الولادة، يعني مش راح تجاها ولادة عسيرة وراح تعاني فيها الأمرين لكي تقوم بعملية الولادة، لا، إذا واظبت على الوصفة اللي راح نعملها اليوم راح تلاحظ أن عملية الولادة راح تمر مرور الكرام وبسهولة كبيرة جدا جدا جدا. أيضا بيعمل على تنقية البول وطارد للسموم عن طريق رفع كفاءة الكلى بشكل عام. أيضا ضد النزلات الصدرية والصداع، وأيضا للتقوية الجنسية، الناس التي لديها تقوية جنسية وعسر تنفس اللي هو الربو، مرض الربو، يمكن أنك أنت زي ما قلنا عن طريق القرنفل تتخلص من البلغم وأثار النيكوتين عند المدخنين. بالنسبة لزيت القرنفل يمكن أنك أنت زي ما قلنا تستخدمه لآلام الأسنان والتهاب اللثة إلى غير ذلك. أيضا يمكن أنك أنت تعمل على فكرة خطوات معينة أو طريقة معينة يمكن أن نحن نستخدمها اليوم في الاستفادة من كل هذه الفوائد الخاصة بالقرنفل. بالنسبة للوصفة اللي راح نستخدمها اليوم هي وصفة طبعا قوية جدا وأثبتت بالفعل نجاعتها. الوصفة اللي راح نستخدمها اليوم هي ليست أكثر من عبارة زي ما أنت شايف من هنا، فقط طبعا ملعقة واحدة من القرنفل المطحون، ملعقة واحدة من القرنفل المطحون، زائد ماذا راح نعمل اللي هي طبعا حليب، اللي هو كأس واحد من الحليب مع ملعقة واحدة من القرنفل، هكذا بهذه الكيفية تضعها طبعا فيها وتقوم طبعا انت بإذابتها بشكل كامل وشامل داخل هذا الحليب. طبعا بتقوم بتخليطها، العملية بسيطة جدا 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 جدا، تمام. زي ما انت شايف طبعا انت بتستمر في تحريكها الى ان تمتزج الخليط اللي هو الخاص بالقرنفل المطحون مع الحليب. بعد ذلك طبعا هذه الوصفة بتؤخذ على الريق. ماذا يمكن انك انت تقوم بعلاج بهذه الوصفة؟ لو أخذت هذه الوصفة دائما وأبدا بتعالج لك أهم شيء بيبحث عليه الكثير جدا 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 من الناس، وهو العقم. العقم يمكن أنك أنت تعالجه عن طريق هذه الوصفة بشكل كبير جدا جدا جدا، خصوصا الناس اللي بتعاني من ضعف الحركة. ضعف الحركة يمكن لهذه الوصفة أن هي تعطيك طبعا حركة قوية جدا 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 للحيوانات المنوية داخل هذه أو مع شربك لهذه الوصفة والمواظبة عليها لمدة أقل من 10 أيام. اذهب اعمل تحليل، راح تجد الحركة قد زادت بنسبة لا تصدق. أيضا الضعف الجنسي، ضعف عضلة القلب والمعدة، الكبد، الطحال، الكلى، الروماتيزم، ألم مفاصل، الربو، البلغم، ضعف الهضم، ضعف الذاكرة، الناس اللي بتنسى كتير، ضعف عضلات المتانة اللي هو التبول اللا إرادي عند الأطفال، يمكن أنك أنت تعطيه مباشرة هذه الوصفة. إذا كان لديك طفل بيعاني من التبول اللا إرادي يمكن أنك أنت تعطيه هذه الوصفة مباشرة، راح يتم علاج هذه المشكلة، يعني عندما يأتيه البول راح يفيق من النوم مثل جميع الناس وبيروح الحمام، ما بيصيرش بيعملها على نفسه وانت بتسأل لماذا هكذا وبتصير تضربه إلى غير ذلك. بالنسبة أيضا ضعف الدورة الشهرية، الناس التي لديها تأخر أو الدورة غير منتظمة، مثلا بتأتيها مرة وبتقطع 3 أو 4 أشهر، يمكن من خلال هذه الوصفة بتواظب عليها لمدة أقل من 20 يوم راح تلاحظ أن الوصف الدورة قد أصبحت منتظمة. ينظم السكر ويحافظ على مستوياته، نزلات البرد والالتهابات الشعب الهوائية. أيضا التهاب اللوز، يساعد في الوقاية من السرطان. أيضا حالات القلق والاكتئاب والحالات النفسية يمكن علاجها عن طريق هذه الوصفة. أيضا البواسير والتهاب فتحة الشرج والمعدة، يعتبر أيضا هذه الوصفة كمطهر عام للجسد. إذا كان لديك أي فيروسات أو أي ميكروبات أو أي طبعا فيروسات غير ظاهرة مثل التهابات البروستاتا اللي هي تعمل على طبعا ضعف الحيوانات المنوية وضعف الانتصاب، ولكن ما لهاش أي أعراض أخرى، من خلال هذه الوصفة يمكن أنك أنت تقضي على أي فيروس يكون كامن داخل الجسد. المهم هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل أحية، فقط طبعا ملعقة واحدة من القرنفل المطحون مع كأس حليب مع وجبة الإفطار، بتروح محركها جيدا 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 وبتشربها كل يوم مع الإفطار سواء على الريق أو حتى بعد أنك أنت تفطر، المهم مع وجبة الإفطار لكي يمتصها الجسم بشكل كبير جدا. راح تلاحظ أنت الفوائد الخاصة بهذه الوصفة بعد 10 أيام 15 يوم، راح تبدأ أنت تلاحظ الفرق وراح تحس به حتى في جسدك. المهم هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل رحية. الآن لا تنسى الضغط على زر الاشتراك في هذا الفيديو، وإذا لا تنسى دعمنا بلايك ومشاركة على جوجل بلس. لديك أي مشكلة استفسار فقط كلمني إن شاء الله سأقوم برد عليك مباشرة أونلاين 24/24. سلام.